الله الرحمن الرحيم. انا عمرو مصطفى صلاح من محافظه سوهاج من ذوي الاحتياجات الخاصه. اولا يعني بقول يعني في الدوله دي كلها ما فيش واحد يعني عنده رحمه، يعني من اول رئيس الجمهوريه لحد اصغر واحد، لا خير في مبارك ولا خير في مرسي ولا خير في السيسي ولا خير في اي واحد يرفع يرحم ضعفنا. اولا انا بعلن مسؤوليتي عن كل كلمه بقولها ومستعد للحساب. لما راجل معاق زي متحمل مسؤوليه وما فيش دخل يومي ثابت ليه او دخل شهري يروح فين؟ نادير امبارح توجهت للقوى العاملة وتوجهت للتنظيم والإدارة وتوجهت لوزارة الدفاع وتوجهت للتربية والتعليم وتوجهت للأهرام وللأخبار والمسبيرو والمدينة الإنتاج الإعلامي، وما فيش حد عايز يدينا صوت ولا عايز يدينا. راح أروح فين؟ يبقى أنا بعلن على الهوى وبقول مستعد للمسؤولية من الصغير ومن الصغير والكبير. أنا بعلن دلوقتي إن أنا لو انضميت لأي تنظم إسرائيلي حتى أو يهود يضمن لي الحياة الكريمة والعيشة الكويسة يبقى محدش يلومني ولا حدش يعقب علي. عمالين تقولوا لنا القانون ما بيسمحش، القانون ما بيسمحش، القانون ما بيسمحش، لحد ما انتوا خنقتونا هنا، هو خنقتونا وبتموتونا. هنروح فين ونيجي منين؟ وكذا مرة على إذاعة البرنامج العام وعلى التلفزيون أوجه وأقول يا ريس، يا رئيس الوزراء، يا دكتور إبراهيم، يا سيادة المحافظ. أقول لكم على سبيل المثال، أنا مرة كنت بقول لسيادة المحافظ عندنا في سوهاج، بقول له عايز وظيفة أقدر أتعايش منها، العيشة اليومية بتاعت أي مواطن، وأنا دخلي 360 جنيه في الشهر، هيعملوا إيه دول أسرة وما فيش دخل تاني غيرهم؟ فلما طقت معاه بقول له توظفني تحت خلمي، قال لي أنا لا عندي سلطة أوظفك ولا عندي سلطة أعتقلك. فأنا دلوقتي وقابلت الوفد بالصدفة وبشكره إنه هو سجل معايا، يا ريت تشوفوا لنا حل. بقول للدولة وبقول للمسؤولين لو عند أهليكوا دم فعلا استحملونا شوية وهاتوا لنا دخل يومي ثابت، لأن إحنا ما نضمنش إيه العواقب بعد كده.